راسك يا زمن ما عاد فيني للجراح. خلاص كافيني أساء أبوس راسك. سيرة سواتر وأغنيتنا لهذا الأسبوع هي أبوس راسك يا زمن، الأغنية اللي أداها الفنان علي بن محمد والفنانة فدوى المالكي. كالعادة قبل أن نستمع إلى تعليق الدكتور العرفج على هذه الأغنية، خلونا نسمع قصتها من الفنانة فدوى المالكي، مع كل تحياتنا وشكرا لها، شكرا لها أن خصت يا هلا بالعرفج بهذه الحكاية. فدوى المالكي من المغرب. أنا تواجدت في منطقة في نواحي الرباط اسمها تمسنا، وأنا هنا للمشي. أولا لأنه من عاداتي المشي والرياضة، وثانيا هو دعم لثقافة الأستاذ دكتور أحمد العفج عامل المعرفة، في يعني تأييده لثقافة المشي وحثوا لمتابعينه على المشي الدائم يعني والتحرك يعني ماكسيمو في يعني في كل المناسبات. انا اليوم ساسرد لكم قصه اغنيتي ابوس راسك يا زمن اللي غنيتها ديو مع اخوي صديقي ابو زايد الفنان الكبير علي بن محمد. هذه الاغنيه سجلناها في ظروف يعني ظروف كانت يعني شوية غريبة وصعبة، لأنه كنت قبلها بيومين، قبل التسجيل بيومين كان يعني جاني تسمم، في التسمم بسبب يعني شيء أكلته. فالمهم كنت مجهدة جدا، وكلمني علي قال لي فدوى عندي أغنية حابب أنك يعني تشاركيني فيها بصوتك. قلت له يعني يا ريت وأتشرف، وأكيد طبعا. فالمهم سمعني الأغنية وسمعتها وحبيتها وحبيت الكلمات، كلمات الشاعر الكبير سعد الشمراني، ويعني غنيت الأغنية وسجلناها في الاستوديو مع مهندس الصوت الرائع أستاذ إيهاب نبيل. فسجلناها وكانت الأجواء يعني جميلة، يعني جميلة، فيها صدق وفيها يعني فيها إحساس يعني قوي بالكلمات وبالنغمات وبالهذا يعني حتى هذاك البيات الشجن كثير يعني. فالمهم غنيتها، لما كملنا الأغنية قال لي علي، قال لي فدوى راح أفكرك إنه هذه الأغنية كسر الدنيا. فقلت ان شاء الله يا رب يعني. يوم مشيت انا نسيت الاغنيه، يعني نسيت ان انا غنيت كذا، خلص خليتها على الله يعني. فما في يعني ما فيش 15 يوم كانت الاغنيه فعلا بعد حضورها فعلا مكسر الدنيا، يعني في الاذاعات، في الرنات التليفون، في يعني في احاديث الناس، في يعني فعلا لمست يعني قلوب الناس كثير. فالحمد لله نجحت الاغنيه ووصلت واهلت صوتي للغناء في مهرجان جنادريه في المملكه العربيه السعوديه الحبيبه على قلبي. شكرا للفنانه فدوى المالكي، تحياتنا للاستاذ الشاعر مساعد الشمراني، والتعليق عندك دكتور. أنا أسوي عادة لتغريدتك، أشكر طبعا مساعد صديقي ودائما يوافينا بقصص الله يجزاه خير. أيضا أشكر الأستاذة القديرة الفنانة المبهرة فدوى المالكي اللي فعلا طلعت في الصحراء عشان تثبت أنها تمشي أسوة بالعرفج أو تشجيعا لظاهرة المشي، هذا يتشكر عليه. وأيضا سرد الأغنية وقالت لي أبدا يا أحمد أنا متى ما تبغون أنا جاهز، قلت لها هذا من أصلك الطيب ومن مروءتك وكرمك. أيضا أحيي أبو زايد شريكها في الأغنية وشريكها في النجاح، ابن الكندرة وابن جدة القديمة، وإن شاء الله موعودين فيه في قصة الصد والهجران، أول سي دي طلعه إن شاء الله. فإحنا الحقيقة ما نقدر نقول إلا شكرا للفنانين اللي يثرون برنامج يا هلا بالعرفج بقصة وكذا، ولو أن التشكيلة يعني في هوا وكذا، لكن هي طبيعة الفقرة
انها تكون بسيطه وايضا حبيه. احنا نقدر نسوي هاي تكنولوجي ونسوي تصوير لكن هي حلاوتها تجي بالعفويه، لانه القصد تمرير رساله المشي وايضا تمرير البساطه، لان الحياه صعوبتها يا ابو يحيى في بساطتها، المعجزه في البساطه، بالتاكيد كل من يقدر يعقله، لكن رحم الله سمحني اذا باع سمحني اذا بشت، السماحه والبساطه هي الصعوبه. شكرا لفدوى وشكرا لابو زايد وشكرا لمساعد، وايضا خليني اشكر ضيوفنا اليوم اللي ساعدونا في اعداد الحلقه وبالاصحهم العمود الفقري النجاح سالم القحطاني ومحمد العرجاني والذيب محمد الحربي وابو حاتم اللي كل شوي شخص لا تشخص شخص لا تشخص. طيب والشكر لك دكتور ونشوفك الاربعاء القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكل فريق يا هلا ويا هلا بالعرفج. الاربعاء القادم يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذه امل. تصبحون على خير. أبوك راسك يا زمن ما عافيني للجرار، خلاص كافيني مساء أبوك راسك يا زمن. استسلمي يا عزتي لا صار